أزهر شام، علم شمس النور، صوت الحق الصارخ، نور يعلو نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سنكمل اليوم النماذج اللي بدأنا فيها بمحاضرات سابقة. في المادة تبعتنا لدينا 4 نماذج ممكن أن تستخدم في تدريس العلوم. النموذج الأول أخذناه لبرونر، وإن شاء الله بس نخلص النماذج ممكن نعمل حصة نميز ما بين النماذج الأربعة. في عنا برونر وهيلدا تابا وأوزابيل وبيجي، هذه النماذج. قلنا النموذج بيشبه طريقة التدريس، بس اللهم طريقة التدريس بتسمح نوعا ما بالمرونة في النموذج، يعني تأخذ نموذج بالكامل عشان تقلده يعني، وهذا إلى حد ما بيشبه إنه يعني أحد بده يقلد مثلا قراءة شيخ معين بنموذج معين. بنفعش أنك تأخذ نص النموذج، ممكن تعمل عليه تعديل خفيف، لكن بنفعش تأخذ نص النموذج. صحيح. إذن النموذج يشمل خطوات معينة ثابتة، وهذه الخطوات يعني يتم اعتبارها لشخص معين. أول واحد جاب هذا النموذج. اليوم راح تكون معنا التربوية الأمريكية هيلدا تابا. هيلدا تابا فكرت كتير كيف نبني المفاهيم، لقت على أنه المدخل الاستقرائي في بناء المفاهيم أكثر في التذكر، بمعنى أنه عندما يستنتج الطفل المعلومة تكون أسهل في النسيان، لكن عندما يستقرئها، يعني عندما يستقرئ القاعدة أو يعرف ما معنى برمائيات أو ثدييات لحاله من خلال التعامل مع عدد من الأمثلة. الاستقراء بتعريفه العام البدء من الأجزاء إلى الكل، يعني نبدأ بجزء جزئين ثلاثة أربعة ثم ننهي بقاعدة جميع البرمائيات كذا. هنا حاولت أن تدخل التفكير في بناء المفاهيم، بمعنى لاحظوا أن برونر ركز كثيرا على بناء المفاهيم، لكن هيلدا تابا خلطت بين الجهتين، بناء المفاهيم والتفكير في آن واحد. عشان كده يعني بيعتبروا النموذج تبعها أقرب إلى السيكولوجي، لكن احنا في طرائق التدريس برضو بهمنا حتى لو كانت البداية من علم النفس. النموذج تبع هيلدا تابا يعتمد على 3 فرضيات، والفرضيات موضع يعني نقد من البعض. الفرضية الأولى بتقول هيلدا تابا القدرة على التفكير هي مهارة يمكن تعلمها. احنا دائما في الأدب التربوي في بعض المناطق يعني، وكان حتى في الوطن العربي، انه التفكير لا يدرس. كثير من الناس بيقول لك التفكير لا يدرس. ممكن ان ندرس المعلومات، ممكن ان ندرس التحصيل، ممكن تخلي الطفل شاطر او حافظ نشيدة، لكن صعب انك تخليه مفكر. لكن هنا هيلدا تابا بتقول لا، it is possible to teach thinking، من الممكن أن نفكر، أن ندرس التفكير. وتحدث ناس كثيرين في هذه المقولة، وكانت تقريبا أكثر تربوية ناجحة في هذه النقطة، واجهت ناس كثيرين. طبعا احنا في البيئة الصفية دائما كثير من المدرسات تنعت الطفل بالغباء، وحتى بتعمل له سمعة بين المدرسات انه هذا الطفل غبي، مع انه عندنا الذكوات المتعددة بتأيد هيلدا تابا. قد يكون بحبش الرياضيات بس ذكي جدا في مادة تانية، قد يكون بحبش كتير من مواد المدرسة بس بعرف يرسم او يعزف، ممكن
تكون طالبة تكره الـ 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 الرياضيات لكن تنظم شعر. إذا في عندي الذكوات المتعددة كانت قريبة من نوعا ما من التوجه تبع هيلدا تابا، إنه القدرة على التفكير هي مهارة يمكن تعلمها. طيب هذا الحكي معناته بخلي توجهنا في البيئة الصفية ينتقل من التحصيل إلى التفكير، أو إنهم نحط اثنين بنفس المستوى. إحنا دائما بنقول لأطفالنا هم جايين من المدرسة شو حفظته شو تعلمته، لكن الآن بدنا نقول لهم أسئلة فيها تفكير، إنه ليس القضية وين النشيد عشان أحفظك إياها، وين الآية اللي تعلمتها اليوم عشان أحفظك إياها. إذن وكأنه كان في بيوتنا عندنا أقصى درجات التعلم إنه يحفظ النشيدة أو يحفظ الآيات. طيب رقم اثنين في الفرضيات، التفكير هو عملية تفاعل نشط بين إدراك التلاميذ والمادة الدراسية. طيب إحنا ماذا يحدث لو أن التلميذ لم يتفاعل مع الكتاب؟ بقول لك لا يوجد تفاعل وبالتالي فيش التفكير. الواقع أنه التفكير أكبر من هيك، ولكن هي في البيئة الصفية قالت لنا أنتم يا معلمين ركزوا على نقطة أن التفكير هو عملية تفاعل نشط بين إدراك التلاميذ والمادة الدراسية. لو لم يحدث هذا التفاعل النشط لم يحدث تفكير، وبالتالي حصتك فاشلة. حلو جدا، وكأنها أعطتني تحديد جيد لإيش معنى الحصة الحلوة وإيش معنى الحصة الجيد. ما هي الحصة اللي فيها تفكير؟ طب هو إيش اللي خلاه يتفاعل مع المادة الدراسية؟ حبها، تفاعل معها لأنه حبها. إذن صار في عندي في النقطة هذه ضافت عنصر مش موجود على اللوح اللي هو الموتيفيشن، الحفز، الدافعية للتعلم. إذن الكتاب السيء أيضا بخرب حصتك، كمان مش بس طريقة التدريس السيئة، أيضا الكتاب السيء بيساهم في خراب الحصة. عشان كده أحيانا لما يكون الكتاب قديم بدون ألوان بدون بالمرحلة هذه من أول لرابع باهت، بتكون حجم التفاعل النشط ما بين المادة الدراسية وإدراك التلاميذ ضعيف تماما، زي حصة أنت بتشرحيها لما يجي المفتش أو المشرف فجأة بتقولي لهم بدي أشرح للطلبة حصة مبارح وممنوع حدا يتكلم. كثير من الطالبات بيعملوا هيك. فإحنا لما نقعد وراء بنكتشف على إنه فيش أي تفاعل نشط ما بين التلاميذ والمادة الدراسية. ليش؟ درسوها مبارح، أصبحت الحصة زي نكتة بايخة سمعناها كثير. طب وين التفاعل؟ فيش تفاعل. في عشرة يا أنت بدهم يعني على طول بدهم يجاوبوا لأنهم هي عادتهم، والبقية مش متفاعل مع الحصة لأنه أخذها مبارح. طب ليش اضطرت تكررها هي المدرسة؟ الخوف من الفشل، قد تكون مش محضرة الحصة الحالية، قد تكون حست انه زبطت معها الحصة تبعت مبارح فممكن تزبط. يعني كان الأجدر بها لو كان طبقت الحصة على صف تاني أفضل ما تطبق على نفس الصف. النقطة الثالثة في نموذج هيلدا تابا في الفرضيات تبعتها أن عملية التفكير تترتب ترتيبا منطقيا، يعني كل خطوة تعتمد على اللي قبلها، وبالتالي أصبح عندي إذا أنا لم أستطيع أن أتدخل في الذكاء أستطيع أن أتدخل في خطوات التفكير. يعني وكأنها بتقولنا ليس ضروري أن يكون الطفل غاية في الذكاء، لكن أنا ممكن أعلمه كيف يفكر. يعني في طريقة التفكير العلمي في درس هالة عالمة صغيرة قلنا لها هي خمس خطوات أو ست خطوات لحل المشكلة، اتبعيها واحدة واحدة وكل واحدة بتنتهي ناخد الثانية إلى حين نصل إلى التعميم والتطبيق. لاحظ أنه هنا الفرضية يأتي معناها أنه من الصعب أني أنا يعني أخلي الإنسان الذكي الغبي ذكي، لكن ممكن أعطي له أشياء تساعده، الخطوات تساعد، الخطوات اللي أنا بعلمه إياها تساعد. وهذا اللي اعتمدت عليه هيلدا تابا في النموذج تبعها.
وهي اعتبرت أن التفكير الاستقرائي اللي هو يقتضي أن نسير من الأجزاء إلى الكل نمط من أنماط التفكير، وبالذات إذا توفر عندي معلومات كثيرة. كيف يعني إذا توفر عندي معلومات كثيرة؟ يعني لو أنا معطي له كم هائل من الأمثلة وأقول له هذه المجموعة ما الذي يجمع بينها، أو ربما أنا أعطي له مثلا زي ما حكينا بالأمس أعطي له 100 صورة من كتاب، وحكينا أنه كثير من كتب من مزاحة أو نحرقها بعد ما يصير لها 3 سنوات في المدارس بتصير يعني مهملة أو مزعة. ممكن نستغل الصور تبعت البرمائيات والثدييات والأسماك والطيور والحاجات هذه الموجودة في دروس، نقطعها ونحطها لكل مجموعة 100 صورة ونقول لهم فكروا. طبعا انت بدكيش تقولي لهم اليوم درس لتفكير استقرائي، لا، خليهم هم يمارسوا التفكير الاستقرائي لحالهم، هم يحطوا المجموعة هذه مع سوا ويقولوا لك ليش. أول شيء تشكيل أو بناء المفهوم في المراحل، كيف نشكل أو نبني المفهوم، كيف نشكل أو نبني المفهوم في عقل الطفل. وهنا مرة ثانية نحن ندخل التحصيل والتفكير مع سوا. تفضل، بس خد المايك عشان نسمعك. أول شيء بنجمع المعلومات والبيانات المتعلقة بموضوع الدرس اللي بنريد أن نشرحه للطلاب، بعدين بنضع المعلومات داتا الموضوع الواحد في مجموعات معينة. إحنا ولا هم؟ نطلب من الطلاب أن يضعوا المعلومات ذات الموضوع الواحد في مجموعة معينة، ثم يطلقوا على هاي المجموعة اسم. مثال على ذلك، لو أردنا أن نطلب من الطلاب أن يسموا لنا بعض الأشياء الموجودة في البقالة، نوجه لهم سؤال ماذا يوجد هنا أو أذكر الموجودات، يقوم الطلاب بتجميع الأشياء الإجابات ذات المجموعة الواحدة في مجموعة ويطلقوا عليها اسم. جميل. يعني لو هنا الكتاب بقول لك حتى لو ما يتوفر عندك الكثير من الأمثلة، في داخل البقالة اللي هو بحبها بتلاقي في جهة للحلويات، وفي جهة للشبسي والأشياء اللي زي هذا، وفي جهة للمكسرات والأشياء اللي زي هذه، وفي جهة للمعلبات، وفي جهة للمثلجات تبع السوبر ماركت. لما توهي أنت في جهة قولي له وين الشوكولاتات، بقول لك الشوكولاتات جنب الثلاجة. إذن حتى الطفل عارف هذه المفاهيم، كل الدائرة هذه اسمها شوكولاتات، وهذه الدائرة كلها أنواع من الشيبسي وهكذا. أنا بدي أستغل معرفة الطالب عشان أعلمه كيف يبني المفهوم، وكأنه المفهوم موجود أصلا هو يمارسه ولكن لم يقنن. حتى في داخل البيت في مناطق بتحطوها مثلا للزيوت، في مناطق لكذا، في مناطق للأشياء الخطيرة اللي هي زي مثلا مية النار والأشياء الكيميائية أو شيء من هذا القبيل، وبتحاولوا دائما هذه الأشياء تكون بعيدة عن متناول الأطفال وشيء من هذا القبيل. إذا عملية تشكيل المفهوم أنا بدي أخليه أقول له هذه الأشياء ما الذي يجمع بينها. طبعا ممكن مدرس يقول لي طب أنا ليش أسأله، طب ما هو راح يعرف لحاله. لا، احنا نفضل ان نسأله طب شو نسميها. اذا انا قاعد ببدأ بالكل بالجزء وبنهي بالكل، شو نسميها، طب ليش سميناها هيك. واحنا طبعا هذا الاشي يعني نموذج هيلدا تابا، او في الاول قالوا نموذج استقرائي صعب على الاطفال، لقيناه بيناسب الاطفال بشكل رائع. طيب اذكروا لنا غير درس الفقريات ولا فقريات درس ممكن يركب مع النموذج هيلدا تابا بالذات المرحلة الأولى. يعني افتكري في الدروس اللي انت درستيهم، اعطي المايك لزميلتك. تفضلي. يعني احنا انا معظم الأمثلة ضربتها من درس الفقريات ولا فقريات، هل من ممكن يكون في عندي دروس ممكن نطبق فيها هيلدا تابا؟ تفضلي. ممكن درس أغذية البناء والطاقة، ممكن كل مجموعة الأغذية البناء، واقصد هي يعني عندنا 3 أنواع من انواع الغذاء، ذكرينا فيهم. أغذية البناء وأغذية الطاقة والوقاية. والوقاية. اذا انا ممكن زي ما جبت صور، او اذا انا بدي اعمل مثلا يوم مفتوح وفي نشاط وفي حاجات، وطلبت من كل طفل يجيب انواع من الاغذيه، سندوتشات، تفاحه، برتقاله، اي شيء، وبديت اقسم هذه الاشياء
زي السوبر ماركت عشان كل طفل ياخذ قطعة من كل شيء. انا ممكن اطلب من الطفل اقول له اين الاغذية تبعت الطاقة، او جمع لي الاغذية مع سوا شو نسميها وهكذا. اذا ايضا انا بقدر ابني في عقل الطفل مفهوم أغذية الطاقة أو أغذية الوقاية أو أغذية البناء وهكذا. مثال آخر، تفضلي نأخذ الصبايا هنا، تفضلي. ممكن نعطي الطلاب مجموعة بذور ونقول لهم قسموا هذه البذور إلى مجموعة، مجموعة ذو فلقة واحدة وذو فلقتين. ممكن تفضلي. ممكن أجزاء النبتة، هو بالظاهر انه بشوف اللي قدامه بس الجذور بدركش شو انواعها. اذا انا ما هو الشرط الاساسي من نموذج هيلدا تابا، انتم لاحظين هنا ايش مكتوب هنا رقم 2. اذا كان الدرس عندي بدي اتعامل مع نبته واحده ما بتزبطش. هذا الدرس بده اما تجيب صور او بتجيب فيديو او بتجيب حاجات. اذا تعاملك مع صار مدخلك استنتاجي، احنا بدنا حاجات كثيرة عشان يستقرئ الطفل منها. لكن انا بدي اصلح يعني او بدي اضيف شوي لكلامك. لو انا جبت الجذور اللي هي ممكن تكون مثبتة وبس، والجذور اللي هي ممكن انواع من الجذور ممكن تكون مخزن للغذاء، ممكن انواع من الجذور تكون لها قدرة شايف ان تمتد، يعني عندي كثير من انواع عشان اقدر يعطي صورة واضحة استقرائية للجذور. طيب كويس، ناخذ تفضلي. ممكن في درس المغناطيس نوزع كذا شغلة على الطلاب ويفصلوها الأشياء التي يجذبها المغناطيس والأشياء التي لا يجذبها المغناطيس. ممكن 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 صحيح، في مجموعة من الحاجة. وأنا في الحالة هذه راح أتعرف يستقرأ الطفل الأشياء التي يجذبها المغناطيس أو الأشياء الممغنطة أو الأشياء غير الممغنطة. تفضلي هنا. ممكن يفرق بين الحيوانات المفترسة والحيوانات الأليفة. يمكن هذه سهلة كثير، يعني أنا لا أريد المفهوم أن يكون ساذج شوية، لأنه الطفل في البيئة تبعتنا بتفرج على التلفزيون وبتفرج على شيء. طيب مي تفضل. ممكن درس العلاقات الحيوية، لو جبنا مجموعة من الصور للحيوانات بيقدر الطلاب أنهم يربطوا بين هذه الحيوانات، أنه العلاقة بين الأسد والفار بيتغذى عليه علاقة تطفل أو تجمع أو العلاقة الثالثة. طب صحيح، في عنا التطفل والتجمع والافتراس. جميل، في عندي ثلاث علاقات بينهما. طيب السلسلة الغذائية كمفهوم كيف أبنيها إذا أنا بدي أستخدم هيلدا تابا؟ في عندي سلسلة غذائية بدي أجيب عدد كبير من السلسلة، 4 أو 5 صح؟ يعني نجيب مجموعة كبيرة من الصور للطلاب ونكون أكثر من سلسلة غذائية بتعرف عليها. أحسن، إذا أنا جبت برضو صور، حتى ممكن أستخدم نفس الصور اللي استخدمتها سابقا وأقول لهم من 100 صورة اللي أمامكم أنتوا، بقسم الطلبة إلى مجموعات وأقول لهم من 100 صورة اللي اعملوا لي سلسلة غذائية، إيش بياكل إيش؟ السلسلة الغذائية هي انتقال الطاقة من حيوان إلى آخر. تبدأ يعني في الغالب تبدأ السلسلة الغذائية بنبات، يعني الأرنب يأكل النبات، والطير هذا اللي هو الصقر يأكل الأرنب، وممكن ثعبان يأكل الصقر أحيانا سيف أو العكس، يعني هو إذا كان صغيرا يعني. أو المهم تبدأ السلسلة الغذائية بنبات وتنتهي بحيوان. طبعا السلسلة الغذائية كبيرة ممكن ومتنوعة، كثير من السلاسل الغذائية متوفرة في الكتاب وهذا. إذا خليهم يبدعوا في السلسلة الغذائية من خلال خبرتهم، وبالتالي يستقرأ ما معنى سلسلة غذائية ويعطيها مثال أيضا. أوكي؟ طيب تفسير المعلومات، ما المقصود بتفسير المعلومات؟ نبدأ بماي، تفضلي. المعلومات هي عبارة عن اللي هي التعرف على العناصر أو الخصائص المكونة لشيء ما، ويتطلب من التلاميذ ذلك أن يفرق بين خصائص الخاصية المميزة للمفهوم والخصائص المختلفة أو غير منتمية لهذا المفهوم.
صحيح. وكأني في المرحلة هذه يا بنات بدي هم جمعوا الأشياء مع سوا وقالوا هذه فيها أشياء مشتركة. أنا بدي أقول لهم ليش وين هو أين واضح فيها الأشياء المشتركة. طيب بدها ما هي خصائص المفهوم؟ طب ما هي أهم خصائص المفهوم؟ ممكن يكون كتب لي الطيور تطير مش راح أقول له غلط لأنه في بعض الطيور بالفعل تطير، لكن أنا ممكن أقنعه من خلال أو يقنعني من خلال التفسير شايف إنه بعض الطيور لا تطير، وبالتالي تعتبر خاصية الطيران ليست خاصية أساسية وهكذا. إذن أنا بشتغل تفكير وبناء مفاهيم في آن واحد. تفضلي هون. إنه تفسير المعلومات إنه من خلال التعرف على العناصر المكونة لشيء معين يتطلب من الطالب التعرف على الخصائص للشيء ومدى توفر هذه الخصائص من خلال تعيين العناصر الأساسية لشيء معين والتعرف على العلاقات التي تربط هذه العناصر الأساسية مع بعضها البعض وتطوير هذه المبادئ والتعميمات والاستنتاجات من خلال طرح أسئلة على الطلاب إنه ما العلاقة التي ماذا تستنتج من هذه العلاقة؟ صحيح ممكن وماذا تستنتج وماذا تستقرأ. طبعا هنا المعلم في التطبيق العملي لما أنت تكون في صف أول أو ثاني أو ثالث ورابع يمكن أنا أفضل النمط هذا من الدروس يكون في صف ثالث فما فوق ثالث ورابع أفضل. ممكن ثاني في بعض الدروس، لكن في نهاية المطاف أنا بدور على إنه إلى أي مدى الطفل تفاعل وبنى، وحتى أنا بدي أتأكد هل بالفعل عرف إيش معنى الثدييات، هل بالفعل عرف إيش معنى برمائيات، هل بالفعل عرف إيش معنى قشريات وهكذا. أنت كونك مدرسة متميزة في نهاية الحصة بقدر أخذ عينة عشوائية من طلبتك عشان أعرف إلى أي مدى بنيت المفهوم في عقله صح. وهذا لا ينطبق بس على العلوم، حتى احنا ممكن ندخل على مواد تانية حتى في الرياضيات حتى في اللغة العربية. ما ايضا زي ما حكينا في عنا بالامس الخلط الكبير بين آلة الشمسية وآلة القمرية لانها لم تبنى بصورة سليمة، وكثير من المرات بتلاقي الاولاد كل مرة بدك تعيدي من اول وجديد. طبعا لا شك انه ممكن يجينا عناصر عدم الانتباه واشياء زي هذه، بس لكن انا بدي اعتبر ان اذا كان بنائك للمفهوم كان قويا تذكري تماما انه راح تكون المعلومه في عقل الطفل قويه ولا تنسى بسهوله. وانت نفسك لما انا بدي اقول لاحد الطالبات تاثرتي بالذات اللي راحوا على المدارس، تاثرتي في مدرسه معينه، طب هم مروا على المدرسه فيها 22 خليكي معنا، المدرسة فيها 22 مدرسة، بتلاقيك تأثرتي في مدرسة واحدة، لماذا؟ بناها للمفاهيم صح، طريق تدريس صح، استخدامها للوسائل في خدمة النماذج كان سليم، الأوتكم المخرج مخ الطفل بعد ما طلع من حصتها جيد. فأنا في الحالة هذه بالفعل أنا يعني بدي أحترم هذا النوع من المدرسات. تفضلي بس يا ريت المايك يكون عندك هناك دقيقة واحدة. وهنا برضو بدنا نقول إنه ليس ضروري إنه تكوني متفوق، معنى ذلك إنه تلتزمي بهيلدا تابا. ممكن في دروس بتلزم هيلدا تابا وفي دروس ما بتلزمش، ممكن برونر ممكن بيجي. تفضلي. تطبيق المبادئ والتعميمات على المعلم أن يتبع عدة شروط حتى يتم تطبيق هذه المرحلة الثالثة. تطبيق المبادئ والتعميمات، أول حاجة أن ينتقل المعلم من الخاص إلى العام، يعني يجيب لهم مثلا أجزاء الشجر يقول شجرة وبعد كده يعدد الساق والجذور وكذلك. بعد ذلك أن يتوفر لدى المعلم عدد من المعلومات هو والتلاميذ، وأن يكون بينهم التعاون، لأن لا تتحقق التطبيق بدون التعاون بين المعلم والتلاميذ. طب ماذا عن التنبؤ في المرحلة هذه؟ تطبيق لازم، التنبؤ شيء مهم، يعني لازم يتنبأ بالظاهرة. هو حدا بده يضيف شيء؟
أوكي. المرحلة هذه فيها يعني معلومات أكثر تطوراً من هذا، أكثر من التفسير، وكأنه بده يطبقها في مناطق جديدة، في مواقف جديدة، بده يتنبأ بحاجة معينة بناء على معلومة قديمة أو معلومة سبق أخذها. المعلومة اللي صارت في بنية المعرفية بده يطورها عن طريق معلومة تانية. هو تعرف كتير على إيش معنى ثدييات، طب ما هو بده يخش على البرمائيات، طيب شو بجمع بينهم، طب ليش بيختلفوا، إذا أنا بدي أبني على مع... طب أنا متوقع إنه إذا كان هذا يلد فهذا لو كان يلد كان معاهم، إذا هذا ممكن يبيض، وإذا بده يتنبأ في معلومة جديدة وبده يتأكد من تنبؤه، أنا ممكن أسأل وممكن أفعل هذه المنطقة، هذه الأخرانية المدرسين بيهملوها، وكأنها خليط من يعني زيادة التعلم زائد التقويم في آن واحد، تقويم تعلم المعلومة. جميل؟ لا مش سمعين، يا ريتك تمسك الميكروفون. إذن هذه لما بدنا نسألكم نقول لكم ما هي مراحل نموذج هيلدا تابا، تحدثي عنها بالتفصيل أو بالاختصار حسب السؤال، بدك تكتب المعلومات هذه وتكتب كمان بعض الشروح عنها. تفضلي معي. المثال اللي تحدثنا عليه سابقا اللي هو العلاقات الحيوية بين الحيوانات، من خلال تفسير المعلومات وتعرفهم على اللي هي العلاقات بينهم، تطبيقهم للسلسلة الغذائية يعتبر تطبيقهم للمعلومات السابقة. يعني أنا في المرحلة هذه لو قلت له أعطيني سلسلة غذائية مش موجودة في الكتاب، تعتبر هان ولا هان ولا هان؟ في التطبيق طبعا، تطبيق. المرحلة الثالثة صحيح. طيب اتنبأ لي في الأربعة هدول مين رقم واحد، مين رقم اثنين، ورقم ثلاثة بناء على أيضا العلاقات بينهم. بناء على العلاقات بينهم صحيح. نأتي إلى النقطة كتير مهمة هنا اللي هي شروط التطبيق. قلنا هل كل درس يصلح ان انا استخدم فيه هيلدا تابا؟ الواقع انه مدرساتنا في معظم مدارسنا بحبوا نموذج هيلدا تابا، بعضهم قد يطبقه مش عارف انه اسمه نموذج هيلدا تابا، لكن الواقع انه المدخل الاستقرائي لقوه كويس. حكينا في بداية الحصة انه نسبة النسيان محدودة في هذا النموذج. اذا الطفل استقرأ المعلومة لحاله وقدر يجمعها لحاله مستحيل ينساها، مستحيل ينساها. بس يعني يعاب على هذا النموذج انه معظم الوقت بده مجموعات عمل، وهذه احيانا تركيبة البيئة الصفية بتحد من هذا العمل. يعني بدك اياه يعني معلومات وشي. يا ريت الاخت اللي هناك تفضلي هناك اعطينا نموذج. ايوه اعطيها الميكروفون هناك، تفضلي اقفي. ايوه اللي جنبك تفضلي، اللي جنبك امسك الميكروفون اقفي، اظهري للشاشه اقفي، اقفي لو سمحت عشان نشوفك، اقفي اقفي لو سمحتي عشان الكاميرا تشوفك. لو سمحتي اقفي. توقفنا عند شروط تطبيق نموذج هيلدا تابا. ناخذ الشرط الاول، تفضلي. بدايه تدريج المعلم للمعلومات والخبرات المطلوبه من الخاص الى العام. تمام، اذا يجب ان تاتي المعلومات بشكل تدريجي من الخاص الى العام بطريقه جميله وواضحه، من البسيط الى المركب. طيب ناخذ رقم 2، خليك يا توفر معلومات كافية يستطيع المعلم من خلالها استقراء المعلومات والمبادئ والتعميمات. وهذه النقطة اللي بتخلي كثير من المدرسين بحبوش نموذج هيلدا تابا، لأنه هو بيعتقدوا أنا مش فاضي لكم هائل من المعلومات أن أعطيها للطلبة ويستقرئ الطفل منها، ومش فاضي أقصقص صور، ومش فاضي أعرض أفلام. إذن هم يفضلوا النموذج الاستنتاجي الذي يعتمد على أنه المعلومة تكتب على السبورة، وعندما أقول مثلا لما أدخل من الصف أقول جميع الطيور تبيض ولها ريش، خلص هو كتب المعلومة الاستقرائية على اللوح، بس بعدين قال لهم طب هذا العصفور له ريش ويبيض، استنتج ما هو أين. إذن هو بدأ بالكل وانتهى بالجزء، هذا استنتاج.
وبالتالي المدخل الاستنتاجي أسهل كثيرا للمعلم من مدخل الاستقرائي. لكن في نوعية التعلم يقال أن المدخل يعني أو التجارب تقول أن المدخل الاستقرائي أفضل. طيب النقطة اللي بعد، استخدام المعلم لأسئلة واضحة ومفيدة ومتسلسلة في طبيعتها فيما يسمى بالأسئلة المثيرة التي تؤدي إلى الطالب إلى استقراء المعلومات. صحيح، استخدام المعلم لأسئلة واضحة ومثيرة يجب أن يعني تكون متسلسلة، زي ما شفنا إحنا في المرحلة الثانية والثالثة بسألهم وحتى الأولى ماذا تشاهد، ما الذي يجمع بينها، الأمثلة اللي جبتوها، الأغذية، ما العلاقات بينهم. ترضي أنك أنت عملت يوم مفتوح لطلبتك وكل طالب جاب سندويش أو جاب نوع من الأكل أو كيك أو شيء، خليهم قبل ما يبدوا الأكل خليهم يصنفوا أنواع الأكل، أين الكربوهيدرات، أين الفيتامينات، أين الأغذية اللي فيها لحوم وفيها الأشياء اللي هي بنسميها البناء. خليهم يبنوا المفهوم، وأنا من خلال أسئلتي ما الذي يجمع هذا، طب ليش هذا اختلف مع البقية، أو اطلع لي في هذه المجموعة العنصر الغريب، وهكذا. النقطة الأخرانية، التعاون بين المعلم والتلاميذ، وبدونها عملية التعاون لا تتحقق فعالية هذه الطريقة. صحيح، هذه الطريقة تعتمد كثير على شكل جيد من أشكال التعاون ما بين المعلم والتلاميذ. مسألة أنه أنا أكتب على اللوح وينسخه انتهت. الآن أنت قسمتهم لست مجموعات أو ثمان مجموعات، بدك بالتدريج تفهمي ماذا يحدث في كل مجموعة عشان أقوّت، ولا بأس أن أعودهم برضو. لاحظوا أنه معظم الطرق الحديثة مرتبطة بالتعلم التعاوني، إذن ليس ضروري أن تكون الطريقة اسمها تعلم تعاوني، ممكن مدخل هيلدا تابا أن توظف للتعلم التعاوني في شرح المدخل هذا. إذن صار التعلم التعاوني منصة جميلة لكثير من الطرق. طيب السؤال اللي أنا كنت بدي أطرحه قبل ما نطرح هذا، اختر موضوعا، بدنا بعض الطالبات اللي بروحوا على المدارس، هل طبقت هيلدا تابا وهي ما بتعرفش هيلدا تابا، سواء كانت بطريقة بناء المفهوم أو بطريقة الاختبارات، يعني حتى ولو كان جزء من هيلدا تابا، هل حدا طبقه أو المدرسة المضيفة إليك طبقته؟ تفضلي. ممكن في عنا أدوات الطبيب، يعني بأبسط صورها إنه بنجمع مجموعة. ما شو قلتي؟ أدوات الطبيب. أدوات يعني الطبيب. أبسط صورها إنه بنجمع مجموعة من الأدوات وبنخلي الطالب يميز بين أدوات الطبيب وإيش اللي بيشوفه. هل طبقتي هذه؟ نعم. صف ثاني هي. في صف ثاني. ونجحت؟ جدا له أول. تمام. طيب أشياء ثانية. المشكلة إنه عدد المفاهيم التي تبنى في صف أول وثاني أقل. طيب نأخذ الوراثي، تفضلي. درس البذور في الصف الثالث المعلمة قامت به عن طريق هيلدا تابا. طب هي... أنت حسيت أنه خطواتها بتشبه نوعا ما هيلدا تابا؟ عملت معاهم اللي هو الدفتر، وخلت كل واحدة من الطالبات تجيب عينة من البذور، وعملت لوحة وخلت الطلاب هم اللي يحطوا عليها ويكتبوا إيش هذا، كل نوع بذور بإيش يستخدمه الإنسان، لعلاج ولا طعام. تمام. طيب إحنا معانا دقيقتين وعاوزين نفكر. طيب قبل الدقيقتين نأخذ يعني إحنا الآن معانا دقيقتين نختار موضوع يمكن من خلاله توظيف نموذج هيلدا تابا الاستقرائي، يعني think bear share، فكري وناقشي مع جارتك وبعدين تعطينا المعلومة. طيب احنا نكتفي بهذا القدر، يعني بقدر ما جمعته مش مشكلة، على الأقل حتى لو غطيته المرحلة الأولى. تفضلي، الميكروفون عندك. في درس سلوك الضوء في الصف للصف الرابع الفصل الثاني، في احد في الضوء، ايوه سلوك الضوء احد المفاهيم اللي هو نفاذية الضوء، نفاذية الضوء. نعم. اول شيء عن طريق تشكيل او بناء المفهوم ممكن نحضر مصباح ومواد عناصر ثانيه
حجر، زجاج، قماش، ورق، ومن خلاله نسلط الضوء على أحدهم ونشوف نفاذيه الضوء. بالنسبة لتفسير المعلومات حطرح أسئلة، أي من المواد اللي سلطنا عليها الضوء كونت ظل بشكل واضح، أي منها كونت ظل بشكل غير واضح، وهيك من هيك بعدين حنكتشف إنه فيه مواد شفافة معتمة ومواد شفافة. هذا جميل، لكن إحنا بدنا نسأل سؤال حنان. يعني لما عملت تشكيل الضوء كان في معلومات قليلة، يمكن مش كافية في رقم 2. على أي حال هذا خلط ما بين نموذج برونر وهيلدا تابا، لا بأس، حلو. وهي في الآخر حاولت أنها تلجأ مرة تانية لهيلدا تابا عن طريق أنها صنفت المواد إلى مواد تخترق الضوء أو قابلة للنفاذ ومواد غير قابلة للنفاذ. بس بصورة عامة هي عملت بناء مفاهيم، خلطت ما بين النموذجين. تفضلي. تطبيق المبادئ ممكن نخليهم يقترحوا عناصر تانية وشي ويشوف من خلالها. لا بأس، نأخذ عند شهد هناك. الفلزات موصلة للحرارة. شو الدرس؟ الفلزات موصلة للحرارة. طيب. حوزع الطلاب عدة جروبات وأوزع عليهم مجموعة من المواد سواء كانت موصلة أو لا، ألمنيوم، خشب، زي هيك. بعدين هم هيصيروا أحكي لهم صنفوا لي إياهن وهاخد منهم المعلومات أي كانت موصلة وأي كانت لا، فبيستقرئوا من هيك إنه الفلزات موصلة للحرارة. طب والش اسمه الخطوة الثالثة كيف راح تيجي معي؟ ولا صعبة يمكن عليه؟ الخطوة الثالثة كيف نجيبها؟ أنا هخليهم لحالهم يطبقوا إنه يشوفوا إذا هي موصلة ولا لا. كويس، لا بأس، لا بأس. طيب تفضلي، خذ المايك عشان نسمعك. شكرا شهاد. كويس، الدارة الكهربائية، مفهوم الدارة الكهربائية بدي أعطي. بس تلاحظوا أنا راح خليك تكملي، معظمنا نتعامل مع مفهوم واحد، مع حالة واحدة، والحالة واحدة بتخلينا نبعد شوية عن هيلدا تابا ونقترب من برونر، لكن لا بأس، تفضلي. أنا أول شيء بدي أفهمهم الدارة الكهربائية، يعني مفهوم عنها، طبعاً أشرح لهم عنها، بعدين بعد ما أشرح لهم إنه كيف بيصير التيار، وبكون عندنا طبعاً مكونات لإلها، مصباح ومفتاح وأسلاك وهذا. بعدين في التطبيق بطلب منهم، يعني بجيب لهم أنا مجموعة من الأسلاك والمصباح وهم بيكونوها وبركبوها. شكرا لك. على أي حال أنا أفضل إنه تكون إحنا في هيلدا تابا، يعني النموذج اللي طرحتيه مش هيلدا تابا، لا هيلدا تابا تحتاج عيبه، وهو ميزته عيبه في آن واحد إنه بده توفر معلومات كافية. قصدك ما نجمع نموذجين. نعم، عيدي بالله تفضل عشان يسمعوا. بقدر أجمع بين درسين، درس الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي بعد ما أعطيهم الدرس. يعني بعد فترة بقدر أقسم الطلاب الأربع مجموعات. كل مجموعة، المجموعة الأولى ترسم الجهاز الهضمي، المجموعة الثانية تديني الوظيفة والاسم، المجموعة الثالثة عن الجهاز التنفسي الصورة، والمجموعة الرابعة عن وظيفتها واسمها. ممكن ممكن، بس أنت اللي بتحكيه برضو ما زال إحنا يعني بنخلط، ليس 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 خطأ أن نخلط ما بين النموذجين، بس أنتم بتعرفوا كلمة استقرائي تقتضي أن يكون عندي كم من المعلومات المفردة، وأنا أستقرأ منها الأشياء المشتركة اللي إحنا بنسميها التعميم. هي تتحدث عن عدة أجهزة، الجهاز الهضمي والتنفسي وشغلات من هذا القبيل، ما الذي يجمع بينها؟ هي بدت مدخل استقرائي بعدين رجعت لبرونر مرة تانية. على أي حال مش غلط اللي بتتكلم فيه، احنا في المدرسه عندما نبني المفهوم ليس ضروري نقول القطعه هذه كانت تابعه لبرونر والقطعه هذه كانت تابعه لبياجي، شايف؟
لا منقدرش، صعب جدا، لكن بهمني في نهاية المطاف المخرج، لكن النموذج هذا على بعضه ممكن يتنفذ بشكل جيد. على أي حال سنبقي هذا السؤال، سنبقي هذا السؤال كواجب بيتي خفيف، وإن شاء الله بيجيبونا إياه على ورقة ونتناقش فيه بالغد. في عندي واجب تاني، أي حدا عاوز يعرض فيلم قصير عن هيلدا تابا وطريقتها من خلال اليوتيوب برضو بجيبه معاه بدل الواجب البيتي. إذا الواجب البيتي ممكن يكون زي هذا أو على فلاش. شكرا جدا لحسن استماعكم، ويعني أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من الحصة. يعطيكم العافية.